لايف، حلقة جديدة من صحتك بالدنيا بتجمعنا سوا نحن وانتو أعزائي المشاهدين لمدة ساعة ونص من الوقت. حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا فيها مواضيع مختلفة لحتى نحن وانتو نقدر نحصل على نوعية حياة أفضل. نصائح كثيرة بناخذها من اختصاصيين من كافة المجالات تعودتوا تشوفوهم معنا كل أسبوع، من هنا ضيوفنا بنشوف سوا. موضوع حلقتنا هو نمط الحياة الصحي. سوف نستضيف في الاستوديو رولا نكد اختصاصية التغذية، دكتور عفاف ماكارون صيدلي واختصاصية في العناية الطبيعية للبشرة، تاتيانا كتي مدربة على تطوير الذات، وجاد غضبان مدرب رياضي. أعزائي المشاهدين إذا كنتوا حابين تتواصلوا معنا ما إلكن إلا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. أما هلا ما رح طول عليكم، خلينا نشوف نحن وإنتو شو هي آخر الأخبار الطبية. أظهرت دراسة حديثة أنه تجنب تناول المشروبات السكرية واستبدالها بالماء بيؤدي لتقليل من خطر السكري. أكدت الرابطة الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أن أسلوب الحياة الصحي يعد السلاح الأول لمحاربة الارتفاع الطفيف بضغط الدم، وذلك بدل من الأدوية اللي بتترتب عليها بعض الأثار الجانبية مثل الدوار ومتاعب الجهاز الهضمي. المعاناة النفسية بسبب فاجعة مؤثرة يمكن أنه تنقص من عمر الشخص، فقد وجد الباحثون أنه ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة بيعجل الشيخوخة. بدي ارجع اذكركم مره جديده مشاهدينا انه لكيفيه التواصل معنا كثير سهله، فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اما هلا خلينا نرحب نحن وانتم باخصائيه التغذيه رولا نكد. اهلا وسهلا فيك رولا. هاي رولا، كيفك؟ منيحه اكيد مثل العاده محضرتي لنا اشياء كثير. هلا بنشوف. خلينا نشوف رولا، خلينا نحكي شوي عن الطفل. بنقدر نعمل له نظام غذائي معين او مثل ما معروف دايت؟ هلا الاطفال يلي عندهم نسبه بدن، يعني بنشوف قد ايه نسبه البدن يلي عندهم اياها اول شيء كل طفل، وانما نظام غذائي اكيد فينا نعمل للاطفال، ولكن مش لتخفيض وزنهم وبكميه كثير عاليه. فينا نعمل نظام غذائي للطفل للحد من زياده وزنه، ولحتى نوقف من زياده هالوزن، ونجرب نخلي هالوزن يعني حتى ما ناخر له نموه للطفل. مشان هيك ما فينا نعطيه نظام غذائي كثير ستريكت لحتى يضعف، مشان هيك لازم نعطيه نظام غذائي للحد من زياده وزنه لحتى يروح هيدا الوزن الزايد بنموه مع الطول اللي عم ياخذه. رولا، عم نشوف انه مشكله البدانه وظاهره البدانه كثير عم بتزيد بمجتمعنا. صحيح. بهالوقت ليه؟ صحيح، يعني شو أسبابها؟ نسبة البدانة هلا عند الأطفال كثير عم بتزيد بمجتمعنا، يعني هلا في تقريبا بين 30 و40% من الأطفال عندهم نسبة بدانة. كرمال هيك بنلاقي في عدة أسباب لبدانة الأطفال. أولا أكثرية الأشخاص بيفكروا أنه بدانة الأطفال هي أسبابها جينية. أنا بالنسبة لي السبب الجيني هو آخر سبب لبدانة الأطفال، لأنه الشخص اللي عنده حدا من أهله واحد على اثنين من الأهل عنده أوفر ويت أو بدانة، بيطلع الطفل بين 40 و50% عنده بدانة. طيب شو الأسباب الثانية؟ يمكن بيقولوا أنه وقت يكون الطفل صغير بيعطوه مثل فيتامين زيادة أو زيت سمك. هو الأسباب البدانة عند الطفل غير الجينية بتجي من نظام الغذاء الغلط، يعني كمية أكل كتير عالية من الأصناف اللي هي مضرة لإله، وأيضا قلة الحركة. يعني منشوف هلأ عم بتزيد عنا نسبة بدانة الأطفال لأنه عم بتقل حركتهم. من زمان كانوا يلعبوا أكتر مع بعضهم ويركضوا، هلأ صاروا بيتجمعوا بيقعدوا قدام. حتى كنا عم نحكي عن البدانة بحلقات سابقة، قلنا أنه كمان نسبة البدانة بمجتمعنا العربي عم بتزيد أكتر وأكتر كمان. على صح، بسبب قلة الحركة. قلة الحركة بسبب عند الأطفال أكتر الألعاب الإلكترونية. هلا على تي في بيقعدوا بيلعبوا وهن قاعدين عم ياكلوا، وهن عم يلتهوا، يعني عم ياكلوا اكثر من ما هن معدتهم تستوعب، واصناف كمان مضره. مشان هيك في عندك كمان سبب حسب الجو اللي عايش فيه الطفل، البيت اللي عايش فيه، يمكن المأكولات الموجوده قدامه. نحن الاهل شو عم نجيب على البيت؟ اصناف جيده او اصناف عاطله؟ هالولد عم ياكل يلي موجود بالاحرى بالبيت. وفي اسباب كمان نفسيه الطفل، اوقات على التعصيب مثل ما
مثله يعني بيعصب بياكل، او على الملل الطفل اذا ما عنده شيء بالصيفيه او بعد المدرسه بيقعد على التي في على الالعاب، ملل ما عنده شيء يعمله بياكل اكثر بالاكل. نحن كمان هيك بيصير مزبوط، ما الطفل مثلنا مثله اكيد بالاكل. طب هون كيف بنقدر نعمل كنترول على الطفل؟ هون اول شيء بدنا نبلش الكنترول مع الاهل، هذا الشيء اكيد. اول شيء بدنا نفهم الولد انه الوجبه او الاكل هي يعني بدنا نعطيها قيمتها للوجبه، تكون بناكلها على الطاوله نحن والولاد، يعني ما يكون عم ياكل الولد هو عم يلعب او هو ملتهي، هيدي اول شغله. ثاني شغله فينا نعملها بالنسبه للمراه هي تخلي هالطفل تخليه يفوت اكثر على قصه الشوبينج للاكل بالسوبر ماركت او بتحضير الاكل وتوضيبهم بالبيت، نخليه اكثر يكون يعني فايت باكثر بقصه الاكل ويعرف يعني نحكي معه اكثر عن الاكل. وانا بالنسبه للاكل برا هذا اللي هو كثير بنصح، نخلي الاكل برا او نطلب دليفري لوقت نظهر لبرا، يعني ناكل اكل المطاعم وقت نظهر لبرا او بالمناسبات او بالعطله الاسبوعيه. يعني طول ما الطفل بالبيت الافضل انه ياكل المأكولات الموجوده بالبيت لانه هي اكيد اقل بالوحدات الحراريه. نعم. طب في اطفال رولا يمكن بيوصلوا لعمر السنتين بخف اكلهم، بطلوا ياكلوا مثل قبل، بصيروا الاهل يستعملوا طرق لحتى يخليهم ياكلوا، منها مشاهده التلفزيون او مثلا بيلعبون بطريقه ما بعرف حتى يقدروا ياكلوا، هل هالشيء صحي؟ هذا شيء كثير غلط اكيد، لانه اول شيء الولد من يعني نحن الولد بيوصل للبدانه عن عمر 6 7 8، هيدا اكثر عمر بنشوف فيه بدانه عند الاطفال، ولكن هذا الشيء بيوصل له من حسب كيف تعود من عمر السنه، اول ما وقف يعني حليب بلش الماكولات العاديه، هيدا كل شيء عودناه يعمله بيوصل يا عنده بدانه، عنده لياقه بدنيه يعني مثل ما بيقولوا. هلا بالنسبه للطفل لا، لازم يعرف انه مش نطعميه لحاله نرجع نحن ناكل، اكيد رح يتقبل الاكل، لازم نقعده معنا على الطاوله نحط له اكلاته، اكيد من عمر سنتين طالع بصير ياكل كل الاكل اللي نحن بناكله، ياكل على طول الولد الاكل اللي نحن بناكله، ونحط له البورسيون تبعه بقلب صحنه، اكيد ما نكتر له اياها كثير، نعطي الفرصه للولد هو يطلب اكثر، هو اذا بعده جوعان يطلب اكثر، اهم شيء ما ينجبر الولد ان يخلص صحنه. نعم. يعني هيك بصير يكره هالاكل اكثر، هالاكله ما بقعد ياكلها، ما بقعد يتقبلها ابدا. بمجتمعنا العربي عندنا كثير اكل مغذي مثل الحبوب والفول والحمص وغيرها من الطبخ. حسب خبرتك رولا وحسب ما عم بتشوفي من العالم، عم بتشوفي انه الاهل عم بيطعموا اولادهم هالمأكولات هالنوع من الاكل ولا لا؟ هو الافضل انه يطعموا اولادهم هيدي المأكولات، وانما للاسف ما عم شوف ابدا انه الاشخاص هلا عم بيطعموا اولادهم هالاشياء، عم يستهونوا اذا بدك اكثر المأكولات الجاهزه، حتى يعني السناكس اذا بدنا نحكي عنها ما عم بيقدموا الاشياء الصحيه للاولاد، اهين شيء كيس الشيبسي انفتح وينعطى للولد لانه اهين ولانه اسرع، يعني فبالعكس لا. طيب ما زال فتحنا شوي سيرة الشيبس، وانا قديت شيبس عدو للولد؟ اكيد هو هذا يعني هو صديقه للولد ولكن عدو صحته للولد اذا بدك فينا نقول، لانه الشيبس هو اضر سناك ممكن ياخذه الولد، يعني اضر حتى من الشوكليت والويفرز والبسكت اضر منهم، لانه هو مش بس للولاد، مش بس للولاد، للكبار كمان، وانما للولاد ايضا لانه بيحتوي على نشويات كثير عاطله وبيحتوي ايضا على الدهون مش بس المشبعه، على الدهون المهدرجه يعني الترانس فات يعني هو نوع الدهون الاكثر شيء بضر واكثر شيء ممكن يعلي الكوليسترول ويعلي ريسك امراض القلب، والولد مثله مثلنا كمان بنمي عنده مخاطر انه ينصاب بامراض قلب بعمر بعدين اكيد. طيب الولد اللي بميل لطعمه الملح بالتشيبس وطعمه الشيبس هون بشو فيها نستبدله؟ اكيد في عدد اصناف، يعني هلا حاليا مثل ما كنا عم نقول عم بتزيد نسبه البدانه كثير وعم بتزيد اشياء اللي كثير فيها وحدات حراريه وحلويات وتشيبس، كمان عم يخترعوا اصناف كثير قليله بالوحدات الحراريه، التشيبس صار فيه هلا مثلا كراكرز او مثل التشيبس المعمولين من الذره بيبقوا محمصين بيكت، فينا نجيبه ونعطيه للولد كمان بيجي شكله يعني هيك اذا بدك نضحك عليه للولد بهالطريقه، نستبدل كيس الشيبس بكيس الكراكرز اللي هو مشوي ومملح، هذا كمان فينا ناخذه بس صح، والافضل كمان نعطي الولد البوب كورن البوشار المفرقه على الهواء يعني بالمايكروويف بكون ملح قليل، هيدا فينا نستبدل الشيبس بالبوب كورن. اوكي طيب بنعرف رولا انه في كثير مغريات يعني بتغري الاطفال خاصه وقت ناخذ الطفل على المول ويشوف الحلوى مثل الجيلي بينز وغيرها، هون شو سيئتها؟
هلا انا فاضل هون الاهل قبل ما ياخذوا الولد على المول لازم يتفهم هالولد انه هي ظهره المول مش للاكل، يعني نحن بمجتمعنا هون بتعرفي حيالله ظهره عندنا فيها اكل، صح. يعني اذا رايحين شوبينج بنروح بناكل نحن بالشوبينج او بنشتري شيء نتسلى فيه بالشوبينج، يعني شو ما كانت ظهرتنا فيها اكل، لا هيدا الشغل يعني مثل ما عم اقول لك اي غذاء الولد بيعتمد على الاهل. بس اوقات الولد بيمرق من حد الستاند يمكن، صحيح. شو بنقول له هون؟ قبل ما اروح على المول بدنا نكون مطعمينه للولد وقعته، بدك تبقي مشبعتي لحتى اذا اضطر ياكل حلويات من المول ياكل بكميه كثير قليله، ونقدر نعطيه النوعيه الافضل يعني اكيد، لازم يكون اخذ كل وجباته وكل سناكاته بالبيت نرجع نروح على المول، نفهمه للطفل انه نحن رايحين لنتسلى لنغير جو لنلعب مش للاكل بس ظهره المول اكيد، وساعتها اذا اضطرينا في بعض الامهات يعني بياخذوا معهم على المول بشنطتهم او شنطه الولد يعني الحقيبه الخاصه للولد بيحطوا فيها حاجياته، بياخذوا معهم اشياء كراكرز صغار او علبه صغيره فيها فواكه مقصقصه اذا عايز الولد او جوس بقلب انينته افضل يعني ينعطى هالاشياء الطبيعيه وانما اذا اضطرينا نعطيه الافضل نروح صوب كميه كثير محدده نحدد له كمية قليلة. اكل هو اذا اوريدي كثير اكل مزبوط واخذ سناكاته واستحلى هالولد اكيد ما فينا نقول له لا للولد لانه الممنوع مرغوب نعطيه بكميه كثير قليله ومحدده. نعم أكل. حكينا عن الشيبس انه هو عدو للطفل اكيد بحب الطفل بس هو عدو له، شو في غير ماكولات عدو للطفل مثل مثلا البرجر؟ شو سيئتها للطفل؟ هي كل المأكولات اللي يعني فيها كمية دهون كتير عالية وسعرات حرارية كتير عالية هي أكيد مش مثل ما هي مضرة لنا وبتأدي للبدانة كمان للطفل، لأنه بدي أقول لك شغلة روني، الأطفال لعمر 8 سنين أو 10 سنين الشخص يعني بشكل عام هو بيربي إذا بدك بجسمه عدد الخلايا الدهون اللي نحن عنا إياها، من بعد هالعمر بس نكبر بس نصير ننصح ونضعف بصير الفوليوم يعني محتوى هالخلية بصير هو اللي يكبر ويرجع ينزل وقتها نحن بننصح ونضعف، وانما العدد تبعهم يعني بصير عندنا اياه من نحن وصغار، مشان هيك كثير مهم انه الولد ينتبه على كميه الدهون اللي عم نعطيه اياها، وايضا السكر وغير الحلويات اللي حكينا عنها، عندنا المشروبات الغازيه اللي بتحتوي كثير على سكر، يعني الطفل بحاجه لتقريبا حوالي كمجموعه 3 ملاعق سكر بالنهار، يعني اوقات كبايه من مشروبات غازيه بتعطيه يعني اذا بدك ضرب 3 من ما هو بيحتاج من السكر بالنهار، فالسكر كمان كثير بضر وبتأثر. طيب قلنا انه مشروبات الغازيه السكر فيها كثير مزبوط كثير كبير، هلا بالنسبه نعطيه الدايت من المشروبات الغازيه؟ هلا الافضل للولد لانه هو بحاجه لفيتامينز، بحاجه لمعادن، بحاجه لغذاء لانه عم ينمى، انا بفضل بالنسبه للمشروبات اللي بتنعطى للطفل، ينعطى الطفل وقعتين حليب بالنهار، وحده الصبح مع الترويقه، كبايه حليب، وكبايه حليب العشيه. هون عن اي عمر تقريبا عم نحكي؟ على يعني هو مع الواحد اذا بتعوديه من هو صغير بضل كل حياته يشرب بهالطريقه، ولو استبدل بالحليب الخالي من الدسم، وانما تعود ياخذ الحليب كرمال الحديد والكالسيوم اللي هو بحاجه لهم. فالافضل مع الغداء بدل المشروبات الغازيه نعطي الفروت جوس، العصير الفواكه الطبيعي، اذا بصير عندنا الصبح وعشيه اثنين حليب، والظهر عصير فواكه، وبين الوقعات قد ما فينا نعطيه مي يعني صحه لإله اكيد. نعم. في اولاد كمان بيوصلوا لعمر بصيروا يكرهوا الحليب، ما يقدروا يتقبلوه، هون كيف فينا نعوض لهم عن الحليب لحتى يقدر يفوت الكالسيوم على جسمهم؟ اكيد، هلا الاولاد بتعرفي بيرفضوا الاشياء اللي نحن بنجبرهم عليها، يعني مثل الحليب والفواكه وغيرها نحن بنجبر الطفل انه ياكلها مشان هيك بصير يرفضها ويكرهها وما عاد يتقبلها، هلا بالنسبه للاطفال اللي بيرفضوا الحليب نحن بنفضل يعني نعطيه الاشياء المدعمه بالكالسيوم بالحديد، هو بيستفيد من الحليب من الحديد المعدن الحديد اللي بقلبه والكالسيوم، هلا الافضل مثلا ننتقل على مشتقات الحليب اللبن والاجبان والالبان، وايضا كل شيء بياخذه على الترويقه من الكورن فليكس او رقائق تكون مدعمه، تكون معموله من القمح الكامله وتكون مدعمه لانه بيكونوا زايدين لحديد وكالسيوم لحتى الولد يلاقي احتياجاته خلال النهار اكيد. نعم، خلينا ننتقل شوي هلا على الفرنش فرايز او البطاطا المقليه اللي كلنا بنحبها مش بس الاولاد، بشو بنقدر نستبدلها هون؟ هلا الفرنش فرايز الافضل بتعرفي الولد ما فينا نمنعه عن كل شيء نهائيا، انا بفضل انه خلال الجمعه الولد ما ياخذ ابدا بطاطا مقليه، نجرب النساء بقلب بيتهم ما تطبخ ما تعودهم انه على البطاطا المقليه، يعني بتعرفي انا بشوف اوقات بعض الاطفال ببعض المولات اطفال بعد عمرهم انجا سنه بلشوا نتفي يعني يلعبوا في الاكل، الاهل بيعطوهم بطاطا لانه هي طريه بيقدر ياكلوها، وهيدي بنشوفها دائما. صح، هيدي اول شيء بيعطوا للولد البطاطا المقليه لانها طريه، هيدا شيء كثير غلط انا برايي، ما نعوده عليها من الاول، نتركها انه وقتها نظهر بنص يعني بعطل الاسبوعيه بالويك اند
وقت يظهروا الاولاد وقت يروحوا على مناسبات اعياد اطفال غيرهم وبيتقدموا فيها بطاطا هون بياخذوا هدول الاشياء. وانا بالنظام الغذائي تبع كل يوم نلغي البطاطا المقليه افضل لهم، يعني نستبدلها بالخضار، يعني نقطع الخضره. بتعرفي الولد بشدوا الاشياء اللي شكلها حلو، نجرب نقدم له الخضار والفواكه بطريقه حلوه باشكال حلوه، نزين له الصحن بخضره ممكن ياكلهم ساعتها بدل البطاطا المقليه اكيد. نعم. كنت عم تقولي رولا انه الشيبس هو اكثر ضرر بكثير من الشوكولا، يعني مزبوط. مسموح ان تعمل ولد شوكولا او لا؟ هلا كضرر كترانس فات كدهون مشبعه وزيوت مهدرجه اكيد الشيبس هو مضر اكثر من الشوكولا. فينا نعطي الولد شوكولا، ولكن كل شيء حلويات لازم نحدد له كميته للولد، ما نمنعه عنا يعني نهائيا، ولكن نحدد له كميته. نروح صوب الشوكولا اللي مش داخل له كثير يعني كريمه او عسل او كراميل مثلا، نروح صوب الشوكولا اللي داخل له ويفرز وبسكوي بيكون فيه اقل شوكولا، واكيد نحدد له كميه الكالوري. هون بترجع للام، هون شو بتجيب على بيتها اصناف، يعني بس نروح سوبر ماركت او شوبينج تختار الاصناف من الوجبات سناكس الشوكولا اللي هي بتحتوي تقريبا على 100-120 وحده حراريه، ما تتخطى هذا. وفينا هون عندي فكره، فينا نخلي الولد يعني يروح معنا على السوبر ماركت، نقول له انه بدنا نجيب اغراضنا لكل الجمعه، نقي لكل نهار، انت نقي على ذوقك لكل نهار شوكولا او وجبه سناك، يعني اللي بحق له مره بس بنهار، يعني هيك بصير يعرف حاله انه هو بحق له وحده بنهار، وبينبسط انه هو عم ينقي على ذوقه، بصير يعرف انه التنين هيدي الثلاثه هيدي، هيك بيختار الاشياء اللي هو عم بيلو فيها وبيعرف انه محدد بسناك. نعم. واحد. طيب بشكل عام بس للتوعيه كرمال الاهل، شو حتى نتاكد كمان شو لازم نعطي سناك للطفل خلال النهار، كيف لازم تكون مقسمه؟ صحيح. هلا اذا فينا نبتعد عن الشوكولا والشيبس نعوض له باشياء تانية كتير منيح، ولكن الافضل يعني نعطى الولد اثنين او ثلاثة سناك بنهار، واحد منهم يكون هذا الشوكلت اللي حكينا عنه اللي هو ما فينا نمنع الولد لانه بيروح بيكلهم بمطارح اخرى وبكمية اكبر، خاصة وقت يكبر يبلش يروح على المدرسة. صح، بصير يكلهم بكمية اكبر كمان وساعتها بزيد عنده نسبة البدانة وهيك. انا الافضل ان نروح صوب السناكس اللي بترتكز على الفواكه، مثلا الامهات بقلب بيتهم بالصيفية فيهم يعملوا لهم بوزة بشكل كتير مهضوم وحلو يحبوه. مثلا بقدر اعطيهم فكره بالقالب يلي بنحط فيه الثلج، بنعبيه مي ليعمل ثلج بالفريزر، فينا نحط بقلب كل وحده حبه كرز لنقول، بيرجع بنعبيه عصير فواكه لهلا هيدا، وبنحط له خشبه صغيره. عصير فواكه كيف طبيعي؟ عصير فواكه طبيعي غير محلى، بنحط بنحط لاستيك خشب بقلبها وبنحطها بالفريزر، بس يجمدوا منشيلهم بينبسط فيها الولد. وفينا يعني في عنا عده اشكال وقوالب للثلج، بكره بنعملهم بنحضرهم بحلقات عن جد تانية. اكيد بنحضرهم، انا كنت بدي احضرهم اليوم بس هون ما بنقدر نحضر بوزه ونثلجها وهيك، مشان هيك ما قدرت احضرها. فبنصح باشكال يعملوا لهم، في اشكال للثلج كمان كثير حلوه، يعطون الاولاد هالبوزه كثير حلوه ينبسطوا فيها، يعني هي معموله بالنتيجه من الفواكه وانا ما ثلجناها. وفيهم كمان الفريز يثلجوه بالفريزر، يرجعوا يغطسولهم اياه بالشوكولا بصوص الشوكولا، بفكروا حالهم عم ياكلوا دسار فيه شوكولا وانما هو فواكه اكيد بقشره شوكولا كثير صغيره. هيدي فكره كمان. وفيهم يعملوا لهم سلاد فروي يحطوا لهم فيها المكسرات النيه، هل الاشياء فينا نقدمها للولد بقلب بيتنا لحتى نترك الاشياء العاليه الوحده الحراريه لياكلها برات البيت اكيد. باول الحلقه كنا عم نحكي انه ممكن نحد للطفل من زياده وزنه، هون كيف شو النظام اللي لازم نتبعه؟ النظام الغذائي بدي اقول لك شغله، اول شيء الولد ما لازم يقفي ولا وجبه، يعني لازم نفهمه انه اهم شيء وقعه الترويقه، خاصه الولد اللي عم بيروح على المدرسه، الولد اللي عم بيروح على المدرسه كثير مهم كيف بنغذيه، يعني اذا غذينا كثير منيح على الصبح وقبل الظهر بيركز احسن بالمدرسه بجيب نتائج يعني افضل، وساعتها ما بقعد ياكل كميه اكبر بعد الظهر من الاشياء مثل الشيبس وشوكولا بنهار. اول شيء الولد لازم ياخذ كبايه حليب مع كورن فليكس مدعم بالكالسيوم الحديد على الصبح، هيدي بقلب بالبيت، بيرجع بياخذ معه على المدرسه قبعه خبز، فينا نجرب له اصناف الخبز الجيده مثل الشوفان او القمحه كامله اذا تقبلها افضل، نحط له فيها جبنه او شرحه حبش او زعتر وزيت ملعقه صغيره مع الخضار قد ما فينا نكتر له خضار، هلا ياخذها معه على المدرسه، وبالبيت ياكل الطبخ. وبعد الظهر نجرب نعطيه الفواكه، نجرب نعطيه قطعه صغيره من الشوكولا، ما نمنعه ابدا، ولكن نعطيه هالاشياء السناكس من بعد ما يكون خلص وقعاته ووقعات الفواكه والخضره اللي هو لازم ياخذها، ساعتها بنسمح له ياخذ كميه الشوكولا لانه اوريدي بيكون اوريدي شبعان
واكل كل وجباته بياخذ نعم. كميه قليله. حنتابع معك رولا بس بعد الفاصل. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم كيفيه التواصل معنا كثير سهله، فيكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك انستغرام وتويتر. خليكم معنا لبعد البريك. مشاهدينا للفقرة الثانية من هالحلقة المميزة من صحتك بالدنيا، بدي ارجع اذكركم تواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. بدي ارجع ارحب باخصائية التغذية رولا نكد. اهلا وسهلا فيك رولا مرة ثانية. بعرف بهالفقرة بتكون دائما مميزة ومحضرتي لنا اشياء كثير حلوة، شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم موضوعنا عن الأطفال. هنجرب بنحضر أصناف خاصة بالأطفال. أول شيء بتعرفي نحن مثل العادة بنبلش بالسلاد بكل الأطباق اللي بنشتغل فيها. رح نجرب نعمل سلاد اقرب شيء لقلب الاطفال، اكثر شيء بحبوها. اوكي؟ عادة الاطفال اكثر شيء بحبوا الباستا. لانه بنعرف دائما الاطفال بيرفضوا ياكلوا الخضار. اكيد، مشان هيك نحن بدنا نجرب نحط لهم بالسلاد الاصناف اللي هن بحبوها. هلا اكيد نعملها بطريقة حلوة لحتى يشتهوها. اكيد، نحن رح نكبر البورسيون هون لتطلع حلوة، بس اكيد الاطفال بحاجة ليأخذوا خضرة كرمال فيتامينز كرمال معادن يلي عم ياخذوها، وايضا كرمال يحسوا بالشبع يعني مثلنا مثلهم، لحتى ما يكونوا عم ياخذوا كالوريز اكثر من ما هن بحق لهم ياخذوا بالنهار. مشان هيك نحن قد ما فينا نجرب نخليهم يحسوا بالشبع بطريقة انه نعطيهم خضرة. هون حطينا الخس، رح نحط الطماط سريع، بندورة عامة تحتوي على مادة الليكوبين. دايما رولا بتستعمل بندورة الكرزية، هل فيها غذاء أكثر أو بس لشكلها؟ نفس الشيء تقريبا نفس الشيء، ولكن شكلها أحلى بكثير. مزبوط؟ وأكثرية الأشخاص بيقولوا لي إنه بفضلوا البندورة الكرزية لأنه شكلها أحلى بالسلاد وبتشهيهم أكثر، وإذا بدك ما بتنزل المي تبعها بقلب السلاد. صح، مشان هيك هلا هون رح زين الخيار. الاولاد عادة بحبوا الخيار، يعني اكثر خضرة مضبوط اكثر خضرة بحبوا الاولاد الصغار هو الخيار. اليوم عم بعمل تشيكن باستا سلاد لانه عادة الاولاد بحبوا اكثر شيء الباستا. هيدي الروكا بنزين لهم فيها الصحن لانه الروكا كمان بتحتوي على فيتامين ا فيتامين سي كثير عالي، لازم الاولاد ياخذوها. مضبوط، لازم نجرب قد ما فينا نعطي الاولاد الحشايش الخضراء، نجرب نفوت لهم اياهم باكلاتهم. هلا انا مثلا بنصح السيدات ليفوتوا خضره بالاكل فيهم يعملوا مثلا اومليت البيض العجه يفوتوا لهم فيها الخضره قد ما فيهم بقلب الاوملات. بقلب الاوملات هيك بيكونوا الاولاد اللي بيرفضوا الخضره ما بيقدروا يتقبلوها، بيكون عطيناهم يعني كيف بيقلوا البيض مع الخضره النيه؟ بيعملوا الاوملات يعني بيخلطوها على الني، البيض بيخفقوا مع الخضره. وبعدين فينا نزيد سالري، فينا نزيد بقدونس، فينا نزيد نعنع على العجه ونقليها. نعم. كون جبنا لهم خضره على اكلاتهم. هلا دجاج مشوي؟ الدجاج مشوي انا حنقعته باللبن ونتفة موتار. نعم، كنا عم نزيد له كمية الحديد والكالسيوم للولد قد ما فينا نعطيه غذاء. هلا اليوم هيدي الوجبة بتتعد للطفل وجبة مكتملة لأنه فيها نشويات، فيها بروتين وفيها خضار. اوكي؟ يعني ممكن نطعميها السلاد وما نطعمي شيء من بعدها. مضبوط، يعني نطعميها هيدي السلاد على الطبق الرئيسي من بعدها. مضبوط، لأنه بتحتوي على الخضرة اللي هو بحاجة لها، وبتحتوي ايضا على البروتين من الدجاج، وبتحتوي على النشويات من الباستا اللي هلا رح حطها انا. كمان مزبوط، لانه هيدي قلنا وجبه. هي الباستا مع شو خلطتيها ولا بس؟ بس مسلوقه. بس مسلوقه. بتعرفي على اوقات العالم بحطوا لها زبده وبقلبوها على النار لحتى ما تلزق على بعضها، حتى تعمل طعمه اطيب، وانما هون انا بس مسلوقه سلق. بمي. مزبوط، بالمي، ونقيتها تكون ملونه لحتى الولد يتقبلها اكثر. شكل يعني كثير نحن مع الاطفال بدنا نشتغل على شكل الاكل اكثر من الكبار، لانه بيكونوا بتعرف الاولاد بيشتغلوا على الشكل، مشان هيك هن بحبوا التشيبس والحلويات والسكاكر، لانه بالدعايه بيلعبوا لهم عليها بطريقه انه رولا بيقولوا الباستا انه بتنصح، هل هي الصوص اللي فيها بتنصح ولا الباستا بذاتها بتنصح؟ هلا هي الباستا نوع من النشويات، من دون شك انه هي فيها وحدات حراريه، يعني ما فينا ناكل منها بكميه قد ما نحن بدنا اكيد. نعم، هون حتى نذكر عم نضيف جزر وذره. ذره بهالطريقه. يعني نحن اذا بتشوفي هون زينا لهم اياها للصحن الاولاد.
صار بشهي وريحته كثير حلوه كمان. يعني احنا قد ما فينا صح نجرب نعطيهم للاولاد الاكل مزين، يعني يفكروا حالهم كانه جايبين لهم اكل من برا، لانه هيدا الشيء نفسي عند الاولاد، فبفضلوا الاكل اكثر من برا. مشان هيك مثل ما بتشوفي هون عنا فعلنا تشيكن باستا سلاد، وجبه متكامله للولد، في ياخذها على الغداء او على العشاء. نعم على الاكيد. هلا هون بدي اعمل صوص لهيدا. اكيد بتشبعوا. نعم اكيد بتشبعوا اكيد. بتعرفي نحن ما لازم نعطي الولد كميات كثير كبيره، اكثريه الاوقات نحن بنعطي الولد كميات بنصير نجبره ياكلها، لا الولد بياكل شبعته يعني وبيوقف. اوكي؟ هلا رح نعمل صوص للسلاد هون معموله باللبن، اوكي؟ اول شيء رح بلش فينا نحط موتارد. قد ايه الكميه موتارد؟ يعني زيت زيتون رح نحط ملعقه وحده كرمال الفوايد تبعها الدهون المش الغير مشبعه. اذا كثرنا مضر؟ يعني ما راح يفيد اكيد، يعني هي دهون تعد يعني دهون صحيح انه الجيده ولكن فيها وحدات حراريه، فيها الافضل انه تجنبها يعني كرمال الاولاد الصغار. بنحط كمان ملعقه موتارد هون لحتى نبتعد عن المايونيز ونبتعد عن الحامض والخل اللي هو الاولاد عاده ما بيتقبلوه. اكيد رح اعمل لهم صح بنحط لهم لبن للاولاد مثل ما عم تشوفي صوص معموله فكريه مثل المايونيز. وخاصة كمان كنا عم نحكي انه في اولاد ما بحبوا الحليب هون فينا نستبدله باللبن. صحيح، وتما يفكروا حليب او لبن اذا هن ما بيتقبلوا الحليب حطينا له نتفه موتارد وتغير لونه وتغير طعمته. صح، وتغير طعمته وصار مثل المايونيز. وفينا رخيق بالحامض اكيد تعال بنتفه تغير الحامض. اوكي؟ لكن حطينا ملعقة زيت زيتون مزبوط. ملعقة صغيرة موتارد لبن ورخيناها بالحامض مزبوط وترخيطها بتصير حسب الذوق اكيد. يعني هون اذا بدك وجبة متكاملة للولد صحيح وجبة متكاملة فيها بروتينات ونشويات وفيها لبن بقلبها والخضار اللي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن. نعم اكيد. هلا اذا بدنا نحضر له هيدي كغدا للولد، هلا اذا بدنا نحضر له اذا بدك عشاء مهضوم، يعني نحن مش ضروري الولد ياخذها من العشيه على العشاء وقعه كبيره او وقعه طبخ، بالعكس نحن الولد لازم نعطيه على العشاء نعوده ياخذ عشاء خفيف مثل الترويقه، يعني قلبين واجبين بهالطريقه. خاصة على العشاء كمان. صحيح على العشاء، خاصة على العشاء، وخاصة انه الاطفال بيناموا بكير كرمال المدارس، يعني ما بتلحق معدتهم اللي هي معدتهم صغيرة بتعرفي، ما بتلحق انه كمان تهضم الاكلات وتحرقهم. مشان هيك كمان عشانه لازم يكون خفيف ولكن لازم يكون بالاصناف الجيده. اوكي هلا رح اعمل بهالطريقه هون بس عم زين الصحن قبل ما نبلش. هلا هون رح اختار لهم للاولاد رايس كيك على العشاء. نعم هيدا نقدر نجيبه من اي سوبر ماركت. صحيح موجود وين ما كان وفي عده اصناف، انا جبت هلا الصنف القمحه كامله. اوكي رح بلش فيهم اعملهم. شو فوائده؟ عنده فوائد؟ القمحه كامله؟ اكيد لانه بس تكون رح نعمل اول وحده لبنه بس يكون القمحه كامله، يعني معمول البرودكت من القمحه بقشرتها وهن الفوائد موجودين بقشره القمحه. وما فيه كثير كالوري، ما فيه سعرات. مزبوط هيدي ما فيها وحده حراريه، هي اذا بدك مثل البوب كورن المضغوط هيدي فيها وحدات حراريه كثير قليله. اول وحده رح اعملها اذا بدك رح اعملها لبنه، ثاني وحده رح اعملها تركي. يعني مش غلط الولد خلينا نحكي شوي هلا رولا كمان مش بس للاولاد للكبار، اذا عم نستبدل الرايس كيك بالخبز هون كمان ما فينا ناكل كميات كثيره. مزبوط ما فينا ناكل كميات كثير عاليه، هذا عم بعطي ثلاثة رايس كيك بس. مزبوط هون للعشاء ثلاثة رايس كيك وفيهم حتى يبلشوا للولد باثنين رايس كيك. اذا شبع كثير منيح، اذا لا بنعطيه الثاني. على ثاني وحده شو حطينا؟ اول وحده لبنه، ثاني اول وحده لبنه، ثاني وحده حبش. حبش وثالث وحده رح نحط عليها قطعه جبنه بيضاء اللي هي دوبل كريم. دوبل كريم كثير قليله بالوحدات الحراريه. اوكي وهلا رح نجرب نزين لهم اياها للاولاد. اوكي إذا بدك بنحط لهم زيتون. هون عم نضيف خيار وزيتون. عم نعمل لهم عيون. بتعملهم بشكل مطول. عم نعمل لهم عيون إذا بدك ليتقبلون الأولاد أكثر. فينا نعمل لهم فيلم صغير بالطماط سوريز. يعني أنا هون قاعدة هيك والمنظر والريحة شاهدني.
اكيد حيحبون الاولاد. هيك بنكون شجعنا الاولاد انه يتعشوا عشاء كثير صحي، وبعتقد رح يحبوا اكثر من غير قصص. كثير طلعوا مهضومين. بنقدم لهم للاولاد اذا بدك العشاء بهالطريقه تبعهم، اكيد رح ياكلوه، وهو عشاء كثير صحي وكثير قليل الوحدات الحراريه. اوكي، يعني بنحط الخياره العينتين يعني بعدين بنحط بقلبها. اذا لاحظت من مشي عملنا شيء كثير مهضوم من اشياء كثير معقول، نفتح البراد لقي عندنا شويه جبنه شويه لبنه. خليني افرجي اكثر على الكاميرا. اكيد ما في ولد حيرفضها. اكيد. هلا شو بعد محضرتي لنا؟ هلا رح نعمل لهم ديسير للاولاد. الغداء العشاء الديسير هون اي امتين بينعطى؟ بين فترة الغداء والعشاء. بين الوقعات مضبوط. اليوم حضرت لهم للاولاد ديسيرين كثير سريعين. وهذا جزء المفضل عندنا وعند الاولاد. مضبوط. هلا اليوم رح نعمل لهم بالبطيخ بيتزا. حلو. بيتزا البطيخ. وهذا رح غيره لانه كنا عم نستعمل فيه الجبنه واللبنه. اوكي. هلا اول شيء رح اعمله هون بدنا نقص البطيخ مثل البيتزا. سلايسز شقف. مضبوط. هلا فينا نقصه ستة، رح قصه أربعة هلا كمان الوقت. اوكي. بس فينا نجيب نحن إذا كانت البطيخة عريضة يعني كبيرة فينا نقصها لستة أكثر. مضبوط. ستة أو ثمانية حتى. إذا بدك بنقلهم للأولاد، يعني هي الطريقة كيف تقنعيهم للأولاد وكيف تحكيهم هي المهمة. هي المهمة. هون بنقلهم مثلا نحن حضرناكم بيتزا، بيتزا فواكه. إذا بدك بنجيب هون الفريز أو الكيوي. مضبوط. بدنا نزينه. بدي اقول لك شغله روني، كثير مهمه ان نعود فينا بس كمان نوضح للمشاهدين شو فوائد البطيخ. البطيخ بيحتوي على فيتامينات كثير عاليه، على فيتامينات بيحتوي على كميه مي كثير منيحه. اذا بدي اذا كانوا الاولاد يمكن ما بحبوا يشربوا مي كمان ممكن يغنيهم. مضبوط. وبشبع كمان. صح. هيدي ما عم تفتح. وهلا عم نقص الدراق. صح. الدراق كثير مهم على فكره، بيحتوي على اذا بدك بيعطيكنا تقريبا 10 انواع من الفيتامينات. هلا رح زين وحده تقريبا كرمال ضيق الوقت. اوكي، لان بعدنا نعمل لهم ديسير ثاني. فينا نقول شي نوعين ثلاثه من الفيتامينات اهم. أكيد. نوعين ثلاثه اهم الفيتامينات هي الفيتامين سي والفيتامين ا. نعم. الفيتامين سي اللي موجود بالدراق، وفيتامين ا اللي كثير منيح لنظرهم للاولاد. هلا بدي اقول لك شغله، قلنا بالعاده نقشر الكيوي والفواكه، بس كثير مهمه انه عاده بنقشر لهم للاولاد الفواكه، صحيح بعمر كثير صغير، ولكن كل ما كبروا قد ما فينا نعود الاولاد ياكلوا الفواكه مع قشرتها. اكيد فينا نزين لهم بهالطريقه اذا بدك. رح زين انا بس وحده كرمال لانه اكيد رح ياخذوا كثير معنا وقت. حياخذوا وقت. صح. صحيح. يعني بنحط وحده كيوي وحده دراقه وحده. صحيح. وحدة. يعني نحن عم نعمل لهم كانه بيتزا هون، هيدي الفكره، تقدمي لهم اياها انه بيتزا لل اوكي؟ هيدي اول وحده. يعني نحن بدل ما نكون عم نحط زيتون وجبنه وخضره على البيتزا بنكون استبدلناها فينا بالكيوي. نحط فينا نحط اي نوع من الـ من الـ من الفواكه اللي عندنا موجوده بالبيت، مش مضطرين نحط دراق وكيوي. في ناس كمان بحبوا مع البطيخ جبنه، ما فينا ندخلها شوي انا جبنة. ما هي انا لانه بيتزا قلنا بدنا نحط لها جبنه، فينك تحطي جبنه الموزاريلا لايت على وجهها. مضبوط. انا حسيتك بتحب الجبنه مع البطيخ رنا. ولكن انا ليك حطيت هون جوز لانه كثير مهم ندخل للولد المكسرات نية بقلب الفواكه تبعه. وكمان صار شكلها كثير بشهي. شكلها يعني هلا بصير واحد كل واحد ياخذ قطعه بيتزا، اذا بدك بيتزا الفواكه، قطعه بيتزا بحطها بصحن الولد. هلا اذا بدك كمان انا جبت محل الجبنه عتمر الجبنه مبروشه، انا جبت شوكولا اسود مبروش، هيك اللي بس يشوف الولد شوكولا بالدسات كمان دغري نفسيا بيرتاح يمكن، مشان هيك بنحط نتفه صغيره اذا بدك. ها. اوكي؟ يعني عندنا هالقطعه صارت جاهزه من اصل يعني الاربعه، وعم اقول انا كيف نقدمها. ها هيك يعني بدي اقول لك رولا بكل مره بتفاجئينا بالقصص اللي بتحضريها. اوكي كثير حلوه صارت مبينه. هلا بعد عندي شغله كثير صغيره هي عملها وسريعه كمان للاولاد كمان، بما انه عملنا لهم بيتزا حرام ما نعمل لهم برجر. صح. مضبوط. بما انه عملنا لهم بيتزا الفواكه حرام ما نعمل لهم برجر الفواكه. برجر كمان. صحيح. رح نجيب كمان برجر هيلثي. برجر هيلثي، يعني شوفي اذا بتشوف هلا الاولاد بيشوفوا الاصناف اكيد ما راح بقى يستحلوا اشياء اخرى. رح نجيب ربع ملعقه يعني مربى بس كرمال يلزقوا الفواكه عليها. هون كمان ربع ملعقه صغيره كمان. ها. خلينا نقول كمان نحن هو الاكل مش بس للاصناف. هلا اكيد اكل صحي. صح.
هن اصلا اكل صحي، ولكن عم نزينهم. بس نحن عم نعملهم بطريقه ونزينهم حتى يرغبهم الطفل. مزبوط اكيد. هلا رح اعمله الموز اللي هو ضيف عليها موز. عم نعملهم برجر هلا. وهيدي الوقعه امتين في ياكلها؟ كمان مثل الدسر اللي عملناه هلا هون بالبطيخ. يعني في كل وحده من هيدي بنهار والثانية او لا بس يا هيدي هلا هول الدسرات بلا في ياخذ هيدي وهيدي لانه هن مرتكزين على فواكه وهو لازم ياكل كميه فواكه كثير عاليه. يعني فينا نعطيه وحده بين الترويقه والغداء ووحده بين صحيح الغداء صحيح والعشاء بس يعني اكيد مش بكميه كبيره كمان مثل الكميات اللي انا عملتها لانه هي فواكه بالنتيجه نحن مش مدخلين لا سكر ولا مدخلين لها دهون ولا مدخلين لها شيء اخر. اوكي عم نحط الموز فوق المربى. بلشت استعجل على ما عليك على الموسيقى اسمع فكر خلص الوقت معك الوقت ولا يلا ونحط فوق الفاز بهالطريقة. اوكي وبعد الفريز فينا نحط الكيوي كم حبة كيوي ما بتصير كثير كبيرة لل لا بعرف رح يحبوها هي بس تفكر كثير شكلها حلو كمان. اوكي وهلا اخر شيء رح نزين لهم اياها للاولاد بهالطريقة. اكيد انا بقول ما في ولد حيرفض اللي عم نقدم له اياه. ما بنحط كمان شيء على وجهة شوكليت فينا نحط عليها او لا؟ بلا رح زين لهم اياها هيك لحتى يتقبلوها. وبدل الشوكليت انا فضل نعودهم على العسل للاولاد مضبوط؟ كمان طعمته كثير طيبه. فينا نحط لهم هيك مثلا بهالطريقه على جنب الصحن زين لهم اياها. كثير حلوة ومأكولاتك المفضلة أكثر شيء بتحبها الجوز خلينا هن بحبوا الأشياء اللي إذا بدك اللي بتقرقش تحت التم للأولاد فأفضل نستبدلهم إياها بالجوز. يعني هون للولد بنقول له عبالك برجر فواكه أكيد رح ما رح يقول لا وخاصة إنه عم نحضرها بطريقة كثير سريعة وهينة طريقة كثير سريعة فيهم النساء يعملوها ببيتهم ما بتاخذ من وقت بدقيقتين اثنين رايس كيك يحطوا لهم بيناتهم فواكه ونتفة عسل ومزينة هيك بيكونوا عطوهم حصص الفواكه بطريقة مزينة بطريقة كثير حلوة ليتقبلوها اكيد. وحدا كان نرجع مذكر لستات البيوت ما بدها وقت اخذت معنا اقل من دقيقة صح صحيح صحيح. اوكي بدي اتشكرك رولا رولا بدي اشكرك على المعلومات اللي اعطيتينا اياها وكل شيء حضرتي لنا اياه اليوم لنا وللمشاهدين واكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه معك مشاهدينا نحن راجعين لكم بعد البريك. وصلنا مشاهدينا للفكرة يلي كل اللي بحبوا يحافظوا على بشرتهم بشكل طبيعي بينطروها. انضمت لنا هلا دكتور عفاف مع كارون. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي اهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله. اكيد محضرت لنا اشياء كثير رح نشوفهم خلال هالفكرة بس قبل بدي اقول لك اوقات كل شخص بصير عنده احمرار للبشرة شو سببها؟ هلا هيدي في عدة أنواع لها يعني هالأنواع ممكن تكون شغلة أكيوت يعني بتصير لوقت محدد ومعظم الأحيان بيكون سببها شيء يعني في تريجر معين أو سبب خلى يصير فيها ردة الفعل عند البشرة ممكن حساسية ممكن أوقات شيء بينعمل على الوجه يمكن بروسيجر أوقات بيكون رياكشن على مادة معينة ممكن صابون ممكن مستحضر ملايم البشرة في عدة أسباب أوقات كمان ممكن تكون هل يعني ممكن تكون مثلا ممكن تكون مشكلة مزمنة لو انه راقت اوقات بترجع بتكون يعني لازم دائما نستعمل ادويه يعني عندنا مثلا هون انا بحب اقول عن الروزيشيا او هي يلي بيكون فيها الشريين الحمر الرفيعه يلي بتبين بالوجه اوقات على منطقه يعني هي شكلها مثل الفراشه بتكون عندك الخدود والانف
هيدي حالة بترافق الشخص وصعب انه يقدر يطلع منها، ممكن انه يسيطر عليها ببعض الوسائل يعني ينتبه من بعض الاشياء، ولكن بتنعد هيدي مشكلة يعني كرونيك يعني بتداوم معه للشخص. نعم. ولكن بمعظم الاحيان هي بتكون اشياء اكيوت يعني لا سبب او لاخر، في شيء ما لايم البشره بتعمل هالبشره انفلاميشن يلي هي بتكون رده فعل على هالشيء يلي ما نسبه. نعم. طيب شو في فرق بين البشره الحساسه والبشره العاديه؟ البشره الحساسه بيبقى عندها عدد كبير من الاشياء ما بتتحملهم، يعني عندها انتولرنس او عدم يعني حتى بشوف كمان ادويه للبشره مخصصة للبشرة الحساسة. صح. بتعرفي اليوم رني بعالم المستحضرات التجميل لأنه هو عالم كبير. صح. عالم كبير والمواد يلي عم تدخل يعني عددها كتير كبير. حتى بمادة واحدة في بقلبها كذا مادة، يعني بعطي هيك على سبيل المثال العطر أو الفراغرنس يلي بتنحط بقلب لنقول مثلا كريم، هي نفسها هي عبارة عن ألوف المكونات يلي موجودة، فكرمال هيك بتلاقي أوقات أنواع بشرة ما عندها تحمل تعمل ردة فعل على مكونات موجودة، ممكن أوقات تكون على شيء بسيط مثل الصابون، وممكن أوقات تكون على مستحضرات مشتقات نفطية، ممكن أشياء تكون أسيدك يعني شوي عندها حموضة عالية كمان بتخلي البشرة تعمل ردة فعل. البشرة الحساسة إجمالا العلاج لها هو أولا يجربوا يعرفوا السبب، يعني هون الشخص هو بده مش انه بيخلق الواحد عنده بشره حساسه، اكيد فيها عوامل وراثيه، يعني هي بتكون نوع بشره، يعني كيف عندنا البشره الدهنيه البشره الجافه كمان عندنا البشره يلي هي حساسة. لانه بتكون دغري بتعمل رده فعل، واول شيء ببين هو الاحمرار، ممكن كمان اوقات يكون في نوع من حبوب او بثور معقول انه تطلع. طيب خلينا شوي نحكي بعد عن البشرة الحساسة، إذا كانت هون وراثية كيف فينا نعالجها؟ يعني هي شوي صارت مشكلة بده يتعايش مع الشخص، يعني إذا البشرة حساسة صعب انه تبطل حساسه. هلا في اوقات الشخص بس ينمى، يعني في اوقات بيكون عندنا اولاد بيكون عندهم حساسيه معينه او اوقات نوع من الاكزيما ممكن وبيتخطوه، يعني مع الوقت بتخف هالمشكله، ولكن بشكل عام ما فينا نقول انه البشره الحساسه بتبطل حساسه هيك بين ليله وضحاها، يعني هيدا الشيء صعب. طب ممكن يعني البشره الحساسه لاسباب معينه وتتصير حساسه ممكن نعالجها؟ في اكيد اولا بده يكون في سعي من قبل الشخص انه يعرف هالحساسيه او هالردة الفعل على شو عم بتكون، اذا عرف هيدا اول شيء يعني ثلاث ارباع المشكله بيكون انحل. بيبقى عليه انه وقت اللي بيصير في رياكشن من البشره انه يروق هالانفلاميشن او هالاحمرار، لانه بتصير يعني البشره بتصير بحاله يعني مثل الدفاعيه تبعيتها بتكون مرتفعه، يعني هو بده يجرب انه يروق البشره على فتره طويله قدر الامكان. نعم. اكيد بده يعني ينقي مستحضرات تكون ما فيها المكونات يلي هي معروفه اجمالا انه ما بتلاقي من مثل اللي رح تحضري لنا اياها هلا. اليوم رح نحضر وصفة للبشرة وقت اللي بتكون فيها احمرار او عاملة ردة فعل على شيء معين، يعني ممكن مادة انحطت، حتى اوقات ممكن من بعد الحلاقة بيكون في ردة فعل. هلا هالوصفة منا للبشرة يعني مستعمل للشباب وللبنات، الوصفة اللي رح نعملها للشباب للبنات، يعني بس هون بحب اقول انه يمكن منا كثير للي عندهم روزيشيا او العروق الرفيعة، ولكن اذا عم نحكي كردة فعل بشرة يعني بشرة حساسة عاملة انفلاميشن او حالة من الاحمرار وردة فعل وبدنا نروق البشرة، هاي الوصفة كثير بتساعد. ورح نعطي كمان خيارات ثانية يعني حتى المشاهدين اذا ما عندهم مكون معين فينا نقدر نستبدل المكون، نقترح تاني. اشياء ثانيه عليهم بيقدروا انه نعم. خلينا نشوف شو محددتينا دكتور. اوكي هون انا بلشت بالوصفه، هون في عنا يعني هو نوع من شاي بينعمل من نوعين اعشاب انا اخترتهم يلي هن عشبه القصعين،
وعشبة الإكليل الجبل. هل عشبتين هيدول من فوائدهم أنهم هن بيروقوا البشرة، القصعين في بقلبه أنتي إنفلاماتري كومبوننتس يعني مواد مضادة للالتهاب، وكمان في عنا الروزماري يلي هو عنده فوائد أنتي سبتيك يعني معقمة، فكمان إذا عنا مثلا ورا الحلاقة لما يصير في التهاب يعني جرثومي، فهو بالتالي بيكون هالمكونين هيدول عم بيكملوا بعضهم. منحضر شاي عادي يعني منحط ملعقة من كل واحدة من هالعشبتين ومنغليهم نعمل شاي وأكيد بيتصفى. هلأ ممكن أنه نستعمل أعشاب تانية كمان عندها فوائد للبشرة الحساسة، إذا كانت البشرة حسينا كتير سخنة عم بتهب يعني في حرارة بقلبها ممكن ندخل نعنع، ممكن كمان نحطه مع الشاي ونصفيهم مع الشاي بينغلى بينعمل يعني بناخذ مثل شاي النعناع هيك بيكون. ممكن كمان ندخل الوفيرا جوس او الصبير يعني بيكون في عنا الجوس تبعوله. في كمان الزعتر عنده فوائد انتيسبتيك بنقدر انه نستعين من فيها. فهون عنا الشاي تبع هول العشبتين، رح نزيد عليهم مكون بينعد من افضل المكونات للبشرة الحساسة وقت اللي بتكون عاملة ردة فعل يلي هو المورد. هون بدي اقول المورد مش المزهر، يعني المورد غير، المزهر لا يفضل ما نستعمله بهيك حالة. هون تقريبا بالوصفة في عنا هالقنينة بتساع حوالي 100 مللتر، حطينا 65 مللتر من الشاي ورح نزيد عليهم موارد. يعني الموارد دائما احسن للبشره او بس هون عم نحكي عن البشره الحساسه؟ الموارد يستعمل لجميع انواع البشره، يعني هو من المكونات يلي فرندلي كثير لجميع انواع البشره. فهون زدنا موارد كمان بيعطي ريحه حلوه للتركيبه. هون في عنا زيت القصعين، بتلاقى اوقات ببعض المطارح يلي عندهم موارد ومظاهر وهيك، او بالمحلات اللي بيبيعوا محلات يلي هن بيقطروا هالاشياء هيدي بيقدروا انه يلاقوا زيت القصعين، ممكن انه ندخله شوي لانه كمان بيعطي فوائد. يعني اذا كان زيت قصعين بيختلف عن فوائده اذا كان شاي؟ هلا فينا ناخده نحن بالغلي عم ناخذ قسم منه، وكمان عنا بالزيت بيكون عم بيكون أحسن. نعم يعني بنكون عم نزيد اكثر الكميه، بس هون ما رح نحط كميه كثيره، يعني بدنا نحط تقريبا ربع ملعقه. اوكي. في عنا ماده كثير مهمه لتلطيف البشره وقت اللي بتكون البشره في عندها حاله حمار، بهمنا انه نرطبها لحتى ترجع تطرى وترجع تتعافى بشكل اسرع. هون في عنا الجليسرين يلي هي بتطر البشره. هون بدنا تقريبا ملعقه او يعني ملعقه صغيره من الجليسرين بتكون كافيه. يعني الجليسرين لترطيب البشره؟ لترطيب البشره لانه بيحبس الرطوبه تحت سطح البشره. فهون زدنا ملعقه. هلا في عنا مكون هيدا اختياري يلي هو روح النعنع او الزيت العطري تبع النعنع يلي كمان بيعطي هالشعور بالانتعاش. اذا كانت هالوصفه عم نستعملها ورا يعني ليزر او مثلا حلاقه او هالشيء حابين انه نبورد، ممكن كمان اذا بنستعملها ورا ليزر ممكن لانه بيعطي انتعاش، يعني بخلي البشره تبورد خاصه اذا حسينا سخنه، لانه الالتهاب بخلي البشره تكون سخنه فهيدا الشيء بخليها ترجع تنتعش. بتنخلط هالتركيبه بتنحط بالبراد لتكون مبورده اكثر. دائما وقت اللي البشره بيكون في عندها انفلاميشن يفضل انه ما نفرك، يعني بتنرش. هون حطيت انا بقنينه تنرش سبراي. ومتركه تنرش على الوجه وبتنترى دائما بتضلها بالبراد. هلا هي ممكن انه ما بيصير لها شيء فيهم يحفظوها برا، ولكن لتعطي هالانتعاش ولحتى تبورد وتخفف هالانفلاميشن وقت اللي بتكون بالبراد بتساعد انه ترجع تضبط الشرايين فبتخفف الاحمرار. نعم. خلينا نرجع نذكر بالمكونات. اكيد. في عنا شاي معمول من ملعقه من القصعين وملعقه من اكليل الجبل، ممكن كمان غير اعشاب مثل الزعتر او حتى النعنع. بنحط تقريبا ثلثين القنينه من الشاي، بنزيد عليهم باقي الكميه من الموارد، وبنقدر انه نزيد عليهم ملعقه من الجليسرين.
فيهم يلاقوا المكونات كمان على الفيسبوك بيج ناتشرال بيوتي فارماسي مع طريقة التحضير، وهي الوصفة بتنحط بالبراد لتعطي نتيجة أفضل. نعم. بدي اتشكر حضورك دكتور عفاف، واكيد دائما المستحضرات اللي عم تحضري لنا اياها اكيد رح بكون انا لقاءات ثانيه معك. مشاهدينا نحن راجعين لكم بعد البريك، انطرونا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وبهالفقره رح نحكي عن كثير اشياء بتهمكم، بس قبل بدي ارجع اذكركم مره جديده لكيفيه التواصل معنا. كثير سهله، فيكم تتواصلوا معنا او عبر انستغرام، فيسبوك وتويتر. فيكم تحضروا هالحلقه من صحتك بالدنيا او حلقات سابقه على اللينك اللي عم بيمرق باسفل الشاشه. اما هلا نحن وانتم رح نرحب بضيفه مميزه، وهي تاتيانا كتي، مدربه النمو الذاتي. اهلا وسهلا فيك تاتيانا. هاي رنا، كيفك؟ صباح الحمد لله. انا كمان تاتيانا. رح نحكي بهالفترة عن إصدار الحكم عن الآخرين. على الآخرين. نعم، شو هو إصدار الحكم على الآخرين؟ الحلقة اليوم كتير حلوة، بفتكر بتهم الكل، لأنه عندنا بمجتمعاتنا إصدار الحكم على الآخر يعني شغلة كتير كأنها هينة تصير، وهي شغلة كتير مؤذية، مفهوم مؤذي جدا. إذا بنحب نبلش نميز بالأول بين الملاحظة، شو الفرق بين الملاحظة والحكم على الآخر؟ الملاحظة هي عادة وقت منشوف الأمور مثل ما هي بدون مقارنة، بطريقة يعني عم نقولها مثل ما منشوفها هي ذاتها، يعني ما زدنا عليها شيء. أما الحكم على الآخر وقت منزد له المقارنة، منشوف الأمور بس منقارنها بمفاهيمنا نحن ومثل ما برأينا نحن لازم هي تكون، بقى بتصير عم نحكم على الآخر من مفهومنا نحن للأشياء مش من مفهومه هو. هون ببلش الظلم على الشخص. يعني ممكن ما نكون نعرف ظروف حياته أكيد. أو شو عم بيعاني، ما عم نشوف من برا، ما عم نشوف لا دوافعه مثل ما قلتي، لا ظروفه، لا هو بأي مشكل، لا هو شو خلفياته شو عنده، منصير منوجه لشخصيته كذا، بنحكي عن مفاهيمه، عن طريقة عيشته، عن طريقة لبسه، عن طريقة علاقاته. يعني فينا هون نقول لنا أن إصدار الحكم على الآخرين بيجي شوي أنه نحكي عن الآخرين كمان أكيد. بطريقة بشعة. أكيد بنحكي بطريقة وفي كلام جارح، وهذا الشيء كمان كتير بمجتمعنا كتير كتير رني، وطريقة بيكون الحكم أيام مأذي لدرجة يعني جارحة. مثلا بنكون قاعدين نحن بمكتب، نحن هلأ بشغل، في زملاء عم نتعامل معهم، انا بقعد مع حدا وببلش عم بسمع عم بيحكي عن الزميل الثاني بتجريح، يعني عم يحكي عنه او يصدر احكام عنه. هالحكم هيدا اللي مرة على مرة دايما بيقولها، اذا وصلت للمدير مثلا لابد ما يحط براسه هالمدير انه هالشخص مزبوط ما عم يشتغل مزبوط او شيء، يعني بتوصلنا لمحلات نحن فيها خربان، حرام الرزقة او بيت او شيء. لا لا، بينما بدنا نوصل لوقت انه نعرف هيدا ليش عم نصدر احكام على الاخرين. ممكن بس نتعرف على حدا كمان دغري نصدر حكم عليه. ايه ايام بس نشوف حدا لا ما قدرت انسجم معه بعد ما قعدتي معه، بدنا نشوف ليش بنصدر حكم على الاخرين. ليه بنصدر حكم على الاخرين؟ ممكن الشكل ما بيعجبنا، ممكن يكون غيري، ممكن ما بعرف. كثير اشياء، كثير من اللي قلتيهم، اصدار الحكم على الاخرين في يكون كل هيدول، بس هو اجمالا نابع من في سببين، يا ايام بنعملها من عاده سيئه، يعني نحن عنا عادات انه بنقعد وبنسميها نقعد نركب مقلي، صح، انه نقعد نحكي على الاخرين، بقى هيدي بتبقى مثل تسليه بس كمان تسليه مش ايجابيه، مؤذيه. والشيء الثاني بيبقى ايام عن سوء نيه. هلا بخصوص انه ليش نحن من 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 سيء الظن او من نحكي على الاخر بنحكم عليه بالسلبي، بيكون كمان عندنا شيء كتير مهم اللي هي العقل البشري مبرمج بطريقة بيقسم الناس بخانات، بحطهم بخانات يكون التعامل معهم أهين لقلو، أسهل لقلو للعقل. بذات الوقت نحن وقت بتصدر هالأحكام هيدي، اللي صادر الحكم هو إنسان بيعاني من الخوف، في وراها خوف. ليش هو بيصدر حكم؟ كديفنسيف ميكانيزم، كدفاع عن نفسه، مشان قبل ما ينصدر عليه حكم هو على نقاط ضعفه او عيوبه او خجله او اشياء مارق فيها او ظرف معين، بيركض هو ببلش يصدر احكام على الاخرين، يلهي الاخرين
بحدا تاني عنه هو عدم ثقته بحاله كثير مزبوط تخبي هالثقه بنفسه. بعدين كثير بتبين عن خلل بالثقه بالنفس صح. وعن خوف كبير. وبعدين بتأثر كمان كيف نحن ربينا، يعني كثير وقت بنجي من بيوت هي فيها اصدار احكام كل الوقت، نحن كنا صغار وعم نسمع اصدارات الاحكام او عن الناس او علينا، بدنا نربى بهالجو بتصير عنا اياها خلص متأصلة فينا وعادي عم نحكي فيها. بعدين كثير عنا خوف من انه نكون نحن غير المجتمع اللي عايشين فيه، كلنا عنا اختلافات، اذا انصح الواحد بصير يخاف انه يجي له هالحكم، إذا أطول من اللازم كمان أطول من الأفرج اللي نحن معودين عليه. ما في شيء اسمه لازم، بس يعني أي شيء نحن منشوفه شوي غير مألوف يصدر الحكم عليه. من هون بتبلش هل عم ينصدر الحكم عليه عنده هالخوف، وهيدا الخوف ما لازم يتعزز، يعني لازم يكسر هالخوف تيقدر لا يأثر فيه الحكم ولا ونحن نوقف اصدار الاحكام. مش ممكن كمان المجتمع كمان بخلينا نصدر احكام على الاخرين، يعني اذا قعدنا بقعدات اذا رفقاتنا هيك مزبوط حتى يمكن نتماشى مع المجتمع مزبوط. ورفقاتنا ونحس حالنا مزبوط. نحن يعني ان مثل ما بيقولوا مزبوط كثير مزبوط. هيدي روني في جلسات بتقعديها واجمالا يعني بتبقى اوفر غدا قاعدين بس تيتغدوا او شيء بتلاقيهم ما حكوا لا عن اولادهم لا عن مشاكلهم لا عم بيشوفوا مثلا انت كيف ابنك بالمدرسه انا والله هيك عم يعمل المعلم شو بالهم بس يحكوا عن فلان وعن هيدا كثير فيها تجريح للاخر وبدون ما يحسوا. هي هالجلسه هاي مؤذيه، يعني ايه عندنا مجتمعات بتقعد لا تحكي تصنف الناس وتنزل فيها احكام اللي هي مؤذية وسلبية. نعم كنت عم تقولي انه اوقات الاهل بيصدروا احكام على اولادهم وبيربوا الاولاد يعني بهالطريقة مزبوط. كيف يعني اهل بيصدروا احكام على اولادهم؟ يعني وقت منشوف ولد شوي ممتلئ مثلا هو صغير حاش تاكل شوف قديش صرت ليك كيفك ناصح خلص هيدي ربيت كل الوقت براسه. بعدين ما بقى تلعب رياضة ما عم فيك تركض ما عم تجيب علامات منيحة ما بقى تروح على الاكتيفيتي المعينه لانه اقعد دروس بهالوقت. يعني الجو كله اصدار احكامات عن شكله عن كسله عن اشياء سلبيه كل الوقت، بينما وقت تشجيع المديح تقويه الثقه بالنفس هون هي العكس لهالاشياء. طب هل بيزيد الخوف مع الوقت وبصير اصدار الحكم على الاخرين مثل عاده متاصله فينا؟ مزبوط كثير بيزيد الخوف عنا وبتصير عاده متاصله فينا بحالة وحدة. إذا نحن خلينا هالخوف يسيطر علينا بكل مرة منخفي هويتنا عن المجتمع، يعني منجرب نحن نفرجي حالنا بالصورة اللي بحبها المجتمع مش الصورة المضبوطة عنا، بهي المرة بنكون عم نزيد الخوف. بكل مرة نحن منخلي الحكم اللي انت صدرتيه علي يتغلغل فيني ويأثر فيني عم بيوطيلي من قيمتي من السلف استيم تبعي، عم شوف انا الفاليو يعني قيمة هالحكم تبعك هو اهم من قيمتي انا، بينما الحكم هو بيعبر عن صاحبه ما بيعبر عن المحكوم عليه. المحكوم عليه ما انه هو بهالصفات، انت عم بتلبسيه صفات انت شايفتيها من ورا مفاهيمك مش من ورا هو شو مزبوط. نعم. طب ليه هون منخبي هويتنا عن المجتمع؟ منخبي هويتنا عن المجتمع بكثير ايام لانه من ضعف شخصيتنا ومن خوفنا، لانه المجتمع ما قادر يتقبل هالاختلافات، يعني بيكون عندنا شيء مختلف المجتمع بيفرض علينا ان احنا نخبي هويتنا. بس نحن بنقدر نبلش نحن شوي شوي بخطوات كثير بسيطه كل يوم ناكد لنفسنا انه نحن انا شخص لا ما بدي يكون هيك مثل ما عم بيسموني او مثل انا بدي فرجي الناحيه الايجابيه فيني. انت عم تجربي تعملي له للانسان اليوم حكم على شيء معين، فينا نعطي امثله؟ ايه اكيد. يعني انا اليوم بدل ما اقعد احكم اصدر الحكم على فلان وفلان وفلان على شخصيته على مفهومه بالحياه على ليه ما بجرب شوف وين المنيح فيه. كلنا النقطه باصدار الاحكام على الاخرين هي النقطة انه نحن ما حدا كامل وكلنا بوقت ممكن نصدر احكام، كلنا ما حدا منزه عن صدر الحكم، يعني كلنا باوقات بس ناس اقل كثير من ناس ليه بتوعيها وقت تكوني واعية انك انا ما بدي اصدر حكم على الاخرين لانه ما في حدا كامل الا الله سبحانه بس هو الكامل،
ساعتها بنعرف انه نحن هون لازم نوقف. وهلا رح نحكي عن طرق كيف لازم نوقف هالحكم على الاخرين. كيف الطرق هلا؟ شو هي الطرق؟ كيف الطرق؟ الطرق اول شيء مثلا وقت بتحسي حالك بدك تبلشي تصدري الحكم على الاخر، وقفي حالك انت، يعني اجت الفكره ما تخليها تطلع بالكلام، دونت اكسبريس، تخليها جوا مره على مره بتتعودي بطلت تقوليها. اهم شيء بدك تصدري حكم، خلي ما يعود حكم، يصير نقد بناء، يعني كلام مش جارح، كلام دبلوماسي بطريقه حلوه وما في سوء نيه وراه. يعني انا بدي شجعها لروني، لقيت فيها انه عندها ناحية إيجابية، هي كتير عندها ناحية فنية كتير مهمة، ليه ما بجرب اطلع على الناحية الفنية كيف فيها تكبرها؟ مش الأشياء اللي ما منيحة بيروني وأنا ببلش تو هيت اون ات. الشغلة الثانية أهم شيء وقت بدنا نكسر عادة سيئة، إن نستبدلها بعادة جيدة. تنكسر هالعادة السيئة اللي هي الحكم على الآخر، نستبدلها بهيدي العادة الثانية اللي شوف وين نقاط القوة بهالشخص، وإذا نقاط ضعفه وينية كيف بقدر ساعده. مثلا نعطي مثل هون مهم، إنه أنا هون بالشغل هالإنسان هيدا اللي كل يوم أنا قاعدة إنه أنت ما بتعرف تشتغل، وعم بصدر عليه أحكام وعم بصير وطي له ثقته بنفسه، وعم بيصير عن جد يبطل يعرف يشتغل. هون أنا إذا بقوي له بجي بسأله كيف فيني ساعدك، هيدي الهبت بدل ما أصدر الحكم عليه هالعادة عم ببدلها بعادة جيدة، يعني بيجي بواجهه كيف أنا بقدر ساعدك، وين فيني ساعدك. بتحسي هو كسر هالحاجز الخوف عنده وبلش هو صار بده يتعلم أكتر. في طرق كتير تانية كمان لعدم إصدار، يعني نوقف حالنا عن إصدار الأحكام، اللي هي أهم وحدة. وقت منوقف نحن نصدر الحكم منبطل خايفين إنه يجي علينا أحكام، يعني منصير نحن هالحاجز الخوف عم نكسره لإلنا ولغيرنا، يعني ريحت غيري أنا عطيته هالمساحة يقدر إنه يعبر عن مفاهيمه وعن طريقة حياته، وعطيت مساحة لإلي أنا كمان إني مبعود أنا مثل ما عم بحكم على الآخر ينحكم علي. نعم. طيب هل الشخص اللي بيصدر الأحكام على الآخرين هو مرتاح مع نفسه؟ لا، منه شخص مرتاح مع نفسه أبدا، لأنه عنده كتير هالطريقة هيدي، قلنا الخوف أول شيء عنده، هالخوف إنه هو سبب إصداره هالأحكام عم بتكون أهم الخوف. تاني شيء عنده خلل بثقته بنفسه، في محل بده تظبيط كيف الثقة بالنفس، بده كتير يرجع ينخرط بالمجتمع بطريقة إيجابية. يعني في عنده محلات هو أكيد مرقت عليه تجارب خلته يسيء الظن بالناس، هالتجارب بدنا نجرب كمان نخفف له إياها، يعني يرجع يفكر بطريقة إيجابية إنه مش كل الناس هيك سيئة أو بتحكم أو بتظلم، مشان هيك تيرجع ينخرط من أول وجديد ويقدر يتعامل بطريقة إيجابية. هو منخرط إنه قادر يفوت بالمجتمع بهالطريقة السلبية اللي هي يحكم على الآخرين، نحن بنغير له إياها تصير، نوعي انه تصير ايجابيه. ايجابيه. عندك ملاحظه اخيره او نصيحه اخيره؟ ايه، كثير مهم انه نحن وقت الحكم على الاخر، هيدا موضوع بمسنا كلنا، ومثل ما قلنا بالشرق عندنا اياها هالعاده، هي موجوده وين ما كان بس بالشرق موجوده عندنا. وقت اللي بنعطي اول شيء نوعيه للمشكل، انه عندنا مشكل، اني انا عم بحكم على الاخرين كل يوم، اقعد وفكر شوي قبل دايما ما اصدر الحكم، فكر قبل ما اقوله. ثالث شيء اني اعترف اني انا مني كامله، مثل ما غيري منه كامل اللي عم بحكي عنه، انا مني كامله كمان. اتقبل الاخر على ما هو عليه، ونقدر كانسانيا نتعاطف معه ونتعامل معه، ونكسر هالحاجز اللي بيقولوا له كمان انه انا عم لومه واضغط عليه وارجع احكم عليه وارجع اوقع انا وياه بهالسيركل، يعني يصير انا عم بحكم على الاخر وهو يحكم علي. خلينا نعطي فسحة من الوساعة من السبيس لهالناس تتقدر تعيش مفاهيمها بطريقة احسن وبطريقة ايجابية، وننمي فيهم قد ما نقدر نحن، نعطيهم من النقد البناء بلا نقد، يكون مديح، يكون اطراءات للاشياء اللي بيعملوها منيحة، تنعلي لهم ثقتهم بنفسهم تيصيروا ناس ايجابيين اكثر. ومن هون بتصير عم نتعامل مع الاخر بطريقه كثير مهمه، اللي هي من ارقى الطرق بانسانيته. وكثير مهم القول اللي بيقول اذا ما عندك شيء حلو ومنيح تقوله، الاحسن انك ما تقول شيء.
يا ريت بيسمعوا منك كل العالم وبيبطلوا هالعادة السيئة المنتشرة بمجتمعنا هالفترة، خاصة هالفترة. تعرفي حتى واحد يخلص من هالعادة صعب. رونيه صعب تا الواحد يخلص من هالعاده، منا هينه، بدها مثابره وبدها التزام، يعني انت تعودتي على شيء وشيء صار بتاثر فيكي، بدك تصيري عم بصير عندك عاده، يعني كيف ما قعدتي ايام بدون ما تاذي، بس عم بتقوليها كعاده جريت، يعني خلص انه حتى يلاقي واحد شيء يحكي عنه، بده يلاقي شيء يحكي عنه، في فراغ، في فراغ، في خوف، في قلة ثقة بالنفس. هون هيدول بدنا نلهي هالفراغ، نصير نحكي بأمور، نلهي حالنا بأمور كتير أهم من أنه نحكم على الآخرين. نعم. وما بس بهالفترة، بكل الفترات تعرفي بيصير في من هيدا الحكم على الآخرين، وبكل المجالات، يعني مجال الشغل، بالحياة المهنية، بالحياة الشخصية، على صعيد جيران، على صعيد مجتمع، على صعيد الناس اللي بيفوتوا لعندك بيشتغلوا معك، يعني وهيدي كتير شغلة مؤذية لازم نتخلص منها. نعم. تاتيانا بدي اتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي اعطيتيني اياها لنا للمشاهدين، مثل ما قلت لك ان شاء الله الكل يسمعوا منك وتبطل هالعادة السيئة. ثانك يو روني، وان شاء الله يعني بتعرفي مش عم ننظر عليهم، يعني كلنا بنحكم على الاخرين، ما حدا منا منزه، بس وقت بنوعيها مثل ما قلنا اهم شيء، بس اوعاها بوقفها مطرح ما هي، ما بخليها ترجع تتفاعل بمحل برا وتاذي اكثر. نعم. مرة جديدة بدي اتشكر وجودك معنا، مشاهدينا بعد البريك حيكون معنا المدرب الرياضي جاد غضبان، انطرونا. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وبدي رحب أنا وأنتم بالمدرب الرياضي جاد غضبان. أهلا وسهلا فيك جاد. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله تمام. جاد اليوم شو ما نحكي عن الفات بيرنر. فات بيرنر، يعني في كتير عالم تعمل دايت وبتعمل سبور بس ما بتخسر الوزن مثل ما هي بدها، فبتقوم تستعمل فات بيرنر. بستخدم الفات بيرنر. شو بتتقلهم؟ الفات بيرنر هو سبلمنت، يعني في بقلبه بيكون حسب الانجريدينس، بس هو عادة في بقلبه كافيين بيكون نسبة عالية، لأنه الكافيين بيساعد أنه بيسرع الميتابوليزم، تحرق فات، فبتحرق أكثر فات، بتصير تحرق أكثر فات. هلا فيهم يستعملوا، ما أنا مشكلة، بس بدهم يتأيدوا باللي مكتوب على السبلمنت، واللي عنده مشكلة بالقلب ما في يستعمله، واللي عنده مشكلة بالضغط ما في يستعمله، لأنه هو بيعلي دقات القلب كثير. أوكي. يعني عنده ايجابيات وعنده سلبيات. شو ايجابياته وشو سلبياته؟ ايجابياته اول شيء بسرع لك عمليه الميتابوليزم، بيحرق لك الفات، بتتخلصي من الفات اسرع اذا كنت عم تعملي. قصدك الفات يعني باي مناطق بالخصر او بكل بالكل الجسم؟ الجسم. بكل الجسم. بتتخلصي من الفات تقريبا بكل الجسم، بس اكيد بده معه يعني دايت، لازم أكيد. واحد يعمل معه دايت، واكيد تمارين رياضيه، وتمارين رياضيه. السايد افكتس تعيته فينا ناخده بدل ما نكون عم نعمل سبور ولا ما بيفيد؟ لا ما كأنه ما عم لا لا لا، لازم واحد يعمل سبور اكيد، ويكون عم ياكل، بيعطي نشاط كمان، هو بنشط لانه في اول شيء هو كافيين، كافيين في نسبه عاليه، في نسبه عاليه من الكافيين، في منهم بيكونوا حاطين جرين تي كمان بقلبه، في تايروسين، تورين، هولي كلهم للواحد يعمل منتلي فوكس بالجيم ليعلي الهارت ريت وليحرق فات اكثر. قلت لك سلبياته ممكن الواحد يتوتر لانه قد ما بيعلي، قد ما بيعلي دقات القلب، بس اللي عنده مشكله قلت لك يا ضغط يا بالقلب اكيد ما في ياخده، بس الانسان يعني الهيلثي الفت في ياخده، او اي واحد بده يحاول يخسر فات في ياخده، ما انا مشكله. نعم. طيب بيستعملوه قبل الرياضه او بعد؟ بيستعملوه، هو بيستعملوه حسب كل، حسب في كذا نوع من الفات بيرنز، هلا حسب كل شركه، في منهم بيستعملوه قبل وبعد، بس مش أحلى. قبل دغري بسبور او قبل الجيم، بيستعملوه قبل الاكل بنص ساعه. اوكي قبل الاكل بنص ساعه بتروح على الجيم، وبعد ما تاكلي بعد الاكل بعد الجيم، يعني مرتين بدك تاخذيه بالنهار، يعني يا الصبح مرتين بده يتاخذ بالنهار، مرتين بالنهار بتاخذي الصبح مثلا قبل ما تفيقي بنص ساعه، وبتاخذي عند الظهر قبل ما تفيقي، بس مش قبل ما ينام الواحد، يعني قبل الساعه 6 حوالي. طيب قلنا مرتين بالنهار، بس كم مره بالاسبوع؟ لا في ياخذ كل ما يروح على الجيم كل يوم. يعني من يعني بيفضل ياخذ من الاثنين مثلا للسبت يريح احد. نعم. اي متى الشخص بيوقفه؟ انا بفضل يوقفه يعني بعد علبتين، يعني يمكن ضاين معه شهر،
تاني ياخد علبتين شهرين وبعدها يريح، يحاول يريح بس مشان دقات القلب، لانه ما بيسوى كمان يضلهم دقات قلبك على طول عاليين. نعم، اليوم جاد رح نحرق الدهون بلا فات برنر، خلينا نشوف شو محضرنا. اول شيء هعمل هعمل موفمنت لللور باك. نعم. اوكي، الهبس تعولنا اجرينا واسعين اوسع من اكتافنا. وهون كم كيلو عم نحمل؟ ننسل. لحظه لشوف. خمسة كيلو خمسة كيلو. ظهرنا جالس، صدرنا جالس، هذه منيحه اول شيء بتقوي لك عضلات اجريك، منيحه للفخاد للكوادز وللهامسترينجز وللظهر. نطلع على الاخر، بس ما نطلع بنحاول نرجع كتفنا لورا. اوكي، مشان عضلات الظهر، وكمان بتحرق كثير كالوريز. بنعملها 15 اهم 15 مره. ايوه 15 مره. اهم شيء على لما كم ننزل مره؟ ثلاث مرات على يعني؟ اربع مرات. اربع مرات اهم شيء لما ننزل. اذا واحد بعده مبلش جديد مرتين بس. اذا واحد صار له زمان يتمرن 4 sets 15. اهم شيء النزله تكون 100%، الهيبس اجريكي ثابتين واوسع من كتافك. ننزل لتحت ونطلع. اوكي، بنعملها 15. ثاني وحده كمان بالكتل بيل، بنكون هالمره اجرينا على سوات كتافنا واسعين. بننزل لتحت بايد وحده، بايد وحده هالمره كمان بتقوي لك اجريك، بتقوي لك ظهرك وكتافك بنفس الوقت. هلا بنشوف كيف. نطلع بس ما نطلع، وهون لازم نحمي قبل ما نعمل هالحركات. اكيد، بس ما نطلع هذه بتشغل لك كمان تقريبا كل الجسم، وبنحرق كالوريز اكثر بنفس الوقت. بس ما ننزل. اوكي، ظهرنا جالس، بدي ركز بس على ظهرنا جالس واجرينا ثابتين اهم شيء. بس ما نطلع منيحه للشولدرز للباك وللاجرين بنفس الوقت. اخر حركه حنعملها هي للجلوتس وللهامسترينجز، العضلات اللي هون وهون. نعمل في اي شخص يعملها بالبيت، هذه خاصه للبنات. للبنات اوكي، بحبوها الحركه. اجرنا 90 درجه. في منهم بيزيدوا ويت او في منهم بيحطوا ويت على الاجرين؟ اذا بدهم على الاجرين مزبوط. يعني اللي صار له زمان اتس بيتر. ايه اتس بيتر. اوكي، عم بسال لإلي كمان. بنطلع ظهرنا جالس وايدينا على سوات كتافنا، ومرجع اجرنا على الاخر. ايوه، اجرنا على الاخر والظهر جالس. هيك بنكون عم نشغل هذه المنطقة وبنفس الوقت هذه المنطقة. نعم. وكمان كم مرة بنعملها وعلى كم مرة إذا كنا مبتدئين ولا مش مبتدئين؟ إذا كنا مبتدئين 2 sets 15، وإذا كان صار لنا زمان عم نتمرن بنبلش نعمل 3 to 4 sets 15. نعم. أوكي. جاد خلص وقتنا، أكيد رح بيكون لنا لقاءات تانية معك، بدي أتشكر وجودك معنا. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، ملتقينا بيكون بكرة بنفس الوقت. باي باي.